شو يا سلامة؟ هي. كم صار لهم العيال ياسي قدام التلفزيون؟ ها؟ لا تقولي لي تعبانين من الدراسة أو عندهم حصة رياضية في المدرسة. إحنا الأهل مسؤوليتنا وايد كبيرة في تشجيع أطفالنا على الحركة. ها؟ أنا مو بقصدي أخوفك، ولكن قلة النشاط الحركي هو من بين أول 10 عوامل وفاة حول العالم، وله دور كبير في زيادة خطر وايد أمراض غير معدية. وأنت كأم قادرة تحطين الأساس لصحة أطفالك لما يكبرون. هي. أكثر من 80% من المراهقين على مستوى العالم غير نشيطين بالشكل الكافي، فلازم نبدأ نعلم أطفالنا على كثرة الحركة. والنشاط الحركي مو بيعني الرياضة وبس، إنما أي شيء يحرك العضلات ويحرك طاقة مثل اللعب والمشي، وحتى مشاركة الأطفال بالأعمال المنزلية. بين عمر 5 و17 سنة الأولاد بحاجة إلى ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط الحركي المعتدل إلى قوي الشدة يومياً، بالإضافة إلى 3 مرات أسبوعياً من نشاطات تقوية العضلات والعظام. الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية ومنهم دولة الإمارات وضعوا هدف إنقاص قلة النشاط الحركي 10% بحلول عام 2025، وكلنا مدعوين للمساهمة. عساكم دوم صحة وسعادة.